هذا وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المؤتمر الدولي الذي دعا له جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه للسلام يجسد الرؤية التي تحقق حل الدولتين التي يجمع عليها العالم، مؤكدا مساعدة جامعة الدول العربية للطرفين من أجل السلام. وأضاف الأمين العام أن الأزمات في الدول العربية لا زالت مفتوحة، مؤكدا عمل الجامعة العربية بشكل مستمر من أجل حلول عربية للأزمات العربية. إننا نريد الانتقال إلى المستقبل وليس العودة إلى ماض مأساوي أوصلنا إلى هذه النقطة، ولا مستقبلا آمنا في المنطقة سوى بمسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية. إننا نطالب المجتمع الدولي بمن فيه أصدقاء إسرائيل، بل بالأخص أصدقاء إسرائيل. نطالب المؤتمر الدولي مثلما تحدثتم جلالة الملك للسلام يجسد رؤية الدولتين التي تحظى بالإجماع العالمي وبالعمل على مساعدة الطرفين ومرافقتهما لتحقيق هذه الرؤية في أجل زمني قريب ومضبوط ومحكوم، إنقاذاً لمستقبل الشعوب الذين يستحقون السلام والأمن في فلسطين والعالم العربي وفي إسرائيل أيضاً. جلالة الملك، إن أزمات المنطقة العربية لا زالت مفتوحة والكثير من الجراح لم يلتئم. الجرح في السودان غائر وخطير لأنه يهدد بقاء الدولة ووحدة مؤسساتها الوطنية ويهدد حياة الملايين من الناس، وأنني أدعو الجميع إلى إسكات البنادق فوراً صوناً لحرمة الدم السوداني الغالي ولوحدة الوطن المهدد بالانقسام ومن أجل الجيران أيضاً. وفي اليمن وليبيا وسوريا أزمات أنهكت الدول والشعوب، أزمات مجمدة تنتظر حلولا وتسويات تستعيد الأوضاع الطبيعية التي تتطلع إليها الشعوب في هذه الدول وكذلك جيرانهم ممن طالهم أذى هذه الأزمات وتبعاتها الخطيرة. إنني أدعو وأعمل بلا كلل للاستمرار ومواصلة الجهد من أجل إيجاد حلولا عربية للأزمات العربية.